يعني بداية تيماء، دعينا نتحدث عن العدد النهائي وفق التصريحات الرسمية. عدد الذين سيتم نقلهم في الطائرة التي ستغادر عند الساعة 10:30 ليلا بالتوقيت المحلي من مطار غاتويك في لندن باتجاه كيغالي العاصمة الرواندية بلغ 7 من طالبي اللجوء. وزيرة الخارجية البريطانية قالت إن هؤلاء اللاجئين إذا لم يغادروا على هذه الطائرة فإنهم سوف يغادروا على الطائرة اللاحقة، وذلك متروك أيضا لبعض المواقف الإنسانية، خاصة وأن العدد الأول للذين كان من المفترض أن يغادروا على مثل هذه الطائرة بلغ 37 طالب لجوء دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بعد الأول من يناير الماضي، ولكن لأسباب صحية ونفسية تعطل ترحيل ونقل عدد منهم ليصبح العدد النهائي الآن هو 7، وهذا الرقم حتى هذه اللحظة. في الجانب الآخر، جانب الطعون، كما قلت بالفعل اليوم هناك 3 طعون مقدمة في المحاكم هنا لتعطيل هذه الخطة وتعطيل هذه الرحلة، لكن الأهم هو أن الطعنين الأولين اللذان قدما في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف رفضا من المحاكم، وبالتالي يصبح النقل الآن وفق القانون سليم ولا يوجد ما يعيق هذا النقل رغم باقي الطعون، لأن الطعون تبقى متاحة وهي حق للمحامين برفع طعون وترفع أمام الكورت أوف أبيل، وهذه المحكمة تأخذ سنوات ربما، إذا يعني فترة زمنية طويلة لإنجاز هذه المهمة، وإذا ما نجحت الطعون لاحقا فإن الحكومة سوف تغرم بأرقام كبيرة جدا وتعويضات وربما إعادة لهؤلاء اللاجئين. هذا سيناريو بعيد، خاصة وأن الطعون الأول والثاني قد رفضا في المحاكم. إذن الرحلة سوف تتم عند الساعة 10:30 ليلا بالتوقيت المحلي. المعارضة من جانبها، وزيرة الظل في الحكومة العمالية المعارضة، قالت إن هذه الخطة غير أخلاقية والتكلفة باهظة جدا. الحكومة تقول أن هذه الرحلة سوف تكلف 500,000 جنيه استرليني، أي 500,000 جنيه استرليني لنقل 7 لاجئين فقط إلى رواندا، بينما المعارضة تقول أن كل شخص سوف يكلف الدولة ما يصل إلى 1,000,000 جنيه استرليني، ما بين إقامة، تكاليف نقل، رعاية صحية، مساعدة للتأقلم والحياة، وبالتالي هذه أرقام كبيرة. إذن هناك مشكلة مالية في هذه الخطة، مشكلة أخلاقية أيضا في هذه الخطة وفق ما تقوله المعارضة العمالية. نعم عمر، تحدث عن المواقف الإنسانية وعن جانب القانون، ماذا عن ردود الأفعال الدينية في بريطانيا؟ هل أدانوا هذه الخطة؟ نعم، كان لافتا أن الإدانة لم تكن فقط من المعارضة وهذا منتظر، لم تكن فقط من حقوق الإنسان والمنظمات المعنية باللاجئين وأيضا هذا منتظر وتم، لكن أيضا دخل على الخط الإدانة لهذه الخطة الأساقفة كنيسة إنجلترا، كنيسة ويلز، أساقفة في شمال بريطانيا أيضا أرسلوا رسائل مكتوبة لصحف بريطانية أدانوا هذه الخطة لسبب هام، في أنها تختلف وفق ما يقولوا مع المفاهيم المسيحية في نصرة المستضعفين في الأرض ومساعدتهم، واللاجئون يمثلوا هذه الصفات لدى عند وصولهم لبريطانيا، بالتالي هي تنسف المفاهيم المسيحية وفق ما يقوله الأساقفة، وأيضا تتناقض مع التاريخ والعرف البريطاني. بريطانيا وفق ما يروج لها على مدار السنوات الطويلة الماضية منذ نشأتها هي ملاذ آمن للاجئين، للفارين من الحروب والخطر الذي يهدد الحياة، بالتالي يأتي هذا الموقف الحكومي بنقل هؤلاء اللاجئين الذين هم اضطهدوا في بلدانهم، فروا من الموت، والآن يرحلوا مرة أخرى إلى دولة أفريقية بعيدة وتتهم بأنها أيضا لها انتهاكات في حقوق الإنسان في العام 2018. طالبي لجوء في مراكز إيواء في رواندا التابعين للأمم المتحدة يعني تظاهروا رفضا لتقليص المساعدات وتعرض 12 شخصا للقتل، بالتالي هناك أصابع اتهام للحكومة البريطانية بأنها تنقل من هم حياتهم بالخطر عندما وصلوا لبريطانيا فارين من حياة خطيرة في بلدانهم إلى أماكن أيضا غير آمنة. أيضا هناك موقف ملكي من القصر من باكنغهام بالاس، الأمير ويلز وصف هذه الخطة بأنها غير أخلاقية ووفق التسريبات طبعا، وأنه يعني يرفض هذه الخطة ذات الأسباب لا تتعارض مع المفاهيم البريطانية. إذن هناك إجماع بريطاني على رفض هذه الخطة وتفرد حكومي
في تمرير هذه الخطة التي أصبحت قانونا نافذا بعد موافقة البرلمان بمجلسيه اللوردات والعموم، ثم القضاء على اعتماد هذه الخطة كقانون جديد إلى الآن طبعا. وعمليات النقل واضح أنها بدون أي عراقيل سوف تتم، وأولى هذه العمليات عند الساعة 10:30 مساء.